ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا النهارده متحمسه عشان دوت اول بودكاست ليا، حاسه ان انا هعمل ابداعات كتير. البودكاست بتاعي النهارده هيتكلم عن شخصيه اول امبراطور في تاريخ فرنسا، وطبعا عارفين نابليون، واي حد مننا درس تاريخ سواء في كليه تربيه او كليه ادب اكيد اخد عن نابليون باستفاضه. بس مش هتلاقي حد اتكلم عن طفل، يعني انا شخصيا لما درست محدش ادانا طفل لغايه ما قرات كتاب اسمه عظماء في طفولتهم. اتكلم عن شخصيات كتير جدا طفولتهم كانت بدايه في ان هم يكونوا عظماء. فاول شخصيه هتكلم عنها هي شخصيه نابليون. هو عمل اول امبراطوريه فرنسيه كانت بتشمل عدد كبير جدا من اوروبا، كانت كلها تحت حكم نابليون. القصه بدات بان مجموعه من الاطفال بيجروا على شاطئ الجزيره، كانوا بيستقبلوا سفينه. السفينه دي جايه من فرنسا على جزيره كورسيكا اللي كان عايش فيها نابليون. وقت ما هم كانوا بيجروا، صاحب نابليون قال له انت بتجري على ايه؟ هم اصلا مش هيختاروك لانك انت مش طويل. بصله بتحدي وقال له هيختاروني وهبقى قائد عليك. وبدا نابليون يعمل مجهود اكتر عشان يسبقهم. وصلت السفينه الى شاطئ كورسيكا، وكانت بتيجي كل سنه في نفس الوقت دوت. كانت بتاخد مجموعه من الاطفال الصالحين للقتال عشان تعلمهم الفنون العسكريه بهدف ان هم يكونوا في خدمه الملك لويس الرابع عشر حاكم فرنسا. عايزه اقول لكم ان الظروف بتاعت نابليون في الوقت ده ما كانتش في احسن حال، لان اهل الجزيره كانوا بيعتمدوا على الصيد، فكان في وقت البحر كان بيديهم وقت لا. عشان كده اغلب الاباء كانوا بيطمحوا ان اولادهم ان هم يبقوا جنود في الجيش، عشان دوت بيامن لهم مستقبل احسن من ناحيه الفلوس، ومن ناحيه تانية ان هم بيبقوا ليهم معيشه كويسه في فرنسا. وصلت السفينه وبداوا الجنود ينزلوا ونصبوا خيامهم في اعلى تل موجود هناك. بدا الاباء يتصفوا صفوف عشان يشوفوا ابنائهم، وكل واحد بيدعي ان ابنه يختاروه ان هو يبقى جندي معاه. بدا ان هم يصفوا الاولاد كلهم صف، وامر القائد ان هم كلهم يوقفوا في صفوف متساويين، وكان نابليون في الصف الثاني. وبدا يقول لهم ان كل واحد يقول اسمه، فبدا يقول سيمون، نابليون، شيري. وبدا الضابط يتامل طول القامه اللي صحته كويسه، لون بشرتهم، الحاجات دي كلها كانت مهمه بالنسبه له. وبدا يخرج مجموعه من الاطفال ان هم كانوا وشهم شاحب، لان دول مش هيستحملوا التدريب بتاع العسكريه. نسيت اقول لكم ان كمان مش ظروف نابليون كانت صعبه، لا، كمان هو كان مش طويل، فده كان سبب من اسباب اللي ممكن تخليه ان هو ما يتقبلش في الجنديه، وده كان حلم حياته. تعالوا نعرف هو اتغلب على النقطه دي ازاي، وهل هم قبلوه ولا لا. بس طبعا هم قبلوه عشان هو بقى امبراطوري في الاخر، بس يعني حته تشويق كده انا حطها. الفكره بقى ان الضابط ما لاحظش ان نابليون كان مش طويل، فازاي ما لاحظش حاجه زي كده. والضابط امر احد الجنود بان هو يكتب الاسماء الناس اللي اتقبلوا في الجنديه، لغايه ما اجى صاحب نابليون وامزق فوقع على الارض، وبدا يضحك الاطفال كلهم. وقال الضابط في حزب سكوت لما شاف نابليون واقع على الارض، قال له بصوت صارم قوم، لما تبقى جندي ما ينفعش تقع من غير سبب. بص لصاحبه الغيظ وقال للقائد انا اسف وقعت بالغلط. والوقت دوت اكتشف الضابط ان نابليون مش طويل، وبدا يقول لنفسه ازاي انا اخترتهم كلهم وهو كان في نفس طولهم، ازاي دوت حصل؟ اكيد في خدعه. وقام نادى نابليون قال له حصل ده ازاي؟ ده كنت طويل القامه. قال له ايوه انا بالفعل كنت طويل القامه. وبدا الاطفال يضحكوا عليه، وبدا الضابط يخش ما بين الصفوف، ووجد ان كان في طوبه كان نابليون واقف عليها. نزل نابليون من على الطوبه وهو مرتبك، كان نفسه يقتل صاحبه اللي كان سبب في الموقف دوت. وبدا نابليون يقول له انا اسف بس انا نفسي اكون جندي. الضابط قال له ما يليقش بالجندي ان هو يكون غشاش ومخادع، وبدا يترجاه ويقول له ما يخليش اسري ان هو يكون عائق ليا في ان انا احقق الحلم اللي انا عايزه. بدا يقول له على المميزات اللي فيه، ان هو بيعرف المسارعه والملاكمه، وخاصه بيعرف الرمايه. وبدا يتكلم بثقه ويقول ان هو مش بيخطئ في اي هدف على الاطلاق. وبدا يحدد له مكانه ويقول له انا هبقى ضابط ممتاز جدا بالمدفعيه. قال له تاني مش هينفع لانك مش طويل. قام قال له طب انا هكبر في وقت من الاوقات هكبر. قام قال له خلاص هنستنى، تستنانا بقى السنه الجايه لما. وبدا نابليون يتضايق، بس هو ما كانش من الاطفال اللي بيستسلموا بسهوله، وده كان سر من اسرار نجاح نابليون. قال له انا هعمل اختبار عشان تقتنع بموهبتي في الرمايه. هما كانوا واقفين على التل، فشاور له على القارب اللي بينقل الجنود من السفينه للجزيره، قارب صغير. قال له شايف القارب دوت؟ انا هصيب الدفه بتاعته. ضحك وقال له صعب، انا اصلا مش شايفها كويس. وقام طلع زي نبله كده، وفي الوقت دوت كانت
القائد والجنود كلهم كانوا قاعدين يضحكوا عليه، طلعها وبدأ انه يلفها في الهواء كده وقام رماها. فبدأ القائد يبص لنابليون في شفقة ويقول له انا عايز اقول لك ان الجندية ملهاش علاقة بألعاب الاطفال، وقال له احنا مش بنستخدم الاحجار، احنا بنستخدم المدافع والسيوف. بدأ نابليون يجاهد عشان الدموع ما تنزلش من عينيه وطقطق راسه كده وقام ماشي، حس ان هو فاشل وان هو مش هينجح ابدا ان هو يكون جندي بسبب ان هو مش طويل. بعد كده هو بدأ الجنود يلموا كل الخيام، طلب من الاطفال ان هم يروحوا يجيبوا الحاجات بتاعتهم من بيوتهم ويستعدوا لبكره عشان يبداوا ان هم يتعلموا الجنديه. فبدا الجنود كلهم يقفوا صفوف وينزلوا عشان يقضوا الليله بتاعتهم في السفينه. القائد كان اول واحد كان نزل واتفاجئ ان هو لقى نفس الحجر اللي رماه الطفل ان هو اصاب الدفة، وكان مندهش ان ازاي رمى من المسافه دي كلها، وقال اكيد ديت مصادفه، رغم هو قال ان هو يقدر يصيب ضفه القارب. فقام راح هناك وقعد يبص، اتلقى علامه مكان الحجر فتاكد ان هي مش مصادفه وان الولد دوت شاطر في الرمايه. وكده القائد اتاكد ان نابليون هيبقى جندي رائع في المدفعيه، يبدا يقول للجندي اللي جنبه، امره ان هو يرجع للجزيره تاني ان هو يجيب نابليون معاه. وتاني يوم الصبح بدا الاطفال كلهم يمشوا في طابور وكان اولهم نابليون سعيد جدا. فالقائد قال له اسمك ايه؟ قال له نابليون بونابرت. قال له انا مش هنسى الاسم ده. الفكرة ان هو مش بس اللي منساش الاسم ده، العالم كله حفظ اسم نابليون. الشاهد في القصة ان الواحد لازم يكون عارف هو شاطر في ايه، ويبدأ ان هو ينمي نفسه فيه ويستنى لغاية ما الفرصة تيجي عشان ان هو ينتهزها. ممكن تكون ظروفك صعبة وانك مش هتقدر توصل للي انت عايزه دلوقتي، بس ايمانك بنفسك وثقتك بنفسك واصرارك بانك تطور نفسك اكتر واكتر واكتر في الحاجات اللي انت شاطر فيها، ده هيخلق فرصة ان هي لما تيجي تختارك انت. كتير مننا بيشوف ان هو ظروفه صعبة، اهله صعبين، اي حاجة صعبة في حياته، او ان هو مش هيقدر، فيهمل ان هو يطور نفسه، فلما الفرصة تيجي ما بتجيلوش، بتيجي الناس تانية تعبوا على نفسه. اتمنى تكون استفدتوا من البودكاست ده ويكون عجبكم ويكون الهمكم زي ما الهمني. شكرا جدا ليكم، مع السلامة.